ترى هي مسألة وقت. كلنا ممكن نتعرض حق أي تحدي، ومثل ما حياة الإنسان غالية ولها قيمة، حياة كل بير نفط غالية على ديرتنا. عيال هالديرة هم ذخرها وسندها، حاطين الكويت قدام عيونهم، وهمهم وشغلهم الشاغل شلون يبارون ثروتها ويدارون عليها. تلقاهم ليشدت شدايدها فزعوا لها من كل صوب، كلهم ايد واحدة وعلى قلب واحد يتحدون الصعب بعزم واحد. أبد ما خيب ظنه، هم دايم فخرنا قدها وقدود، كل مرة يتعبون ويقدرون يوصلون للنجاح. عشان كذي نقدر نقولها اليوم وبكل ثقة، ترى مستقبلنا ومستقبل أجيالنا بأمان. دام الله رازقنا هالخير بأرضه وبرقان قلب الكويت، وانتو نبضه. في النهاية ودي أطمن الشعب الكويتي على رأسهم أمير البلاد إن خلال 4 سنين الجاية برقان راح يكون أحسن وأفضل من اليوم بكفاءة الشعب الكويتي والقيادة الحكيمة. يعطيكم ألف عافية. Baby, they are not going to do our job. They are not going to take our job. They are going to help us to do a better process. And we respect BB experience all around the world. I believe on this process. I believe on the communication. I believe on face-to-face will resolve a lot of issues. So now let's put our hands together to make sure we carry on. Nobody, it's his own. Now it is our area. We are here to support you. Thank you very much. Appreciate it.